يعني يا ريت نقول بقى الدعاء بعد إذنك. بصي، هو الدعاء كان قاله أحد الأئمة، وده دعاء راقي جدا. هو الأول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إيه؟ من صعب عليه حاجة فليكسر من الصلاة عليه. صحيح. يعني الصلاة على سيدنا النبي بتبقى تفريغ للكروب وتنفيث للهموم ورغبة في مزيد من الارتقاء. لذلك يوم الجمعة بالذات من أهم الفواتح، إن يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. تمام. إن أنت يوم الجمعة ده تعمله اليوم بتاع السايكو ريفريشمنت بتاعك، أنت بتعيد التهيئة النفسية بتاعتك، وما فيش حاجة أفضل من إعادة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تعيد هذه التهيئة وتشحن نفسك أكتر. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن شحن الروح. شحن الروح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أهم ملكات شحن الروح. عليه الصلاة والسلام. طيب. نقول بقى دعاء علشان الناس، على مهلك بس يا دكتور عشان الناس عايزه تكتبه معايا. طيب، انت هترددها بس بمنتهى البساطه كده واليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نورك الاسبق وصراطك المحقق الذي ابرزته رحمه شامله لوجودك واكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وارسلته بشيرا ونذيرا وداعيا اليك باذنك وسراجا منيرا. اقسمت به بكلامك المشهود لاهل الكشف والشهود. هو سرك القديم الساري وجوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من إنسان وحيوان ونبات. هو قلب القلوب وروح الأرواح وعلم الكلمات الطيبات. أبو القاسم أحمد بن عبد الله، عبدك ونبيك ورسولك، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه السادة الكرام وأصحابه الأكارم الأعلام وزوجاته أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، أحينا على سنته ومتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اصلح به قلوبنا واصلح به حالنا يا مقلب القلوب والأبصار. ثبت قلوبنا على رسالته ودعوته ودينه ومبتغاه ومهتداه. اجعلنا يا رب ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته، تقرب إليك وتوسل إليك به فرحمته. آمين 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 يا رب. هي دي يعني مختلفة كمان عن الصلاة على النبي اللي قلناها في الأول، وأرجو أن حضراتكم تكونوا استفدتم النهاردة من الحلقة. أنا شخصيا استفدت جدا، وبشكرك مرة أخرى يا دكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية. شكرا جزيلا. أهلا بك. وبإذن الله إن شاء الله كل التفاصيل هتبقى موجودة على الصفحة النهاردة، على إن شاء الله آخر اليوم أو آخر النهار. وبإذن الله يعني في حلقات قادمة بإذن الله نتكلم بقى عن الحاجات اللي حضراتكم طلبتوها مننا، بس كنا حابين إحنا السر الثالث إن شاء الله الجمعة اللي جاية قبل إن شاء السفر الله. السر الثالث هيكون عن فهم الآخر. فهم الآخر دي حاجة مهمة جدا وهنركز فيها مع بعض. ومرة أخرى سعيدة بوجودك يا دكتور معايا، وسعيدة كمان بمتابعة كل السادة المشاهدين سواء اللي كلمونا أو اللي رسلونا على صفحتنا على فيسبوك. انتهت حلقتنا، وإن شاء الله يومكم سعيد وجميل بإذن الله. بكرة إن شاء الله هتكون معاكم زميلتي منى فاروق، وأشوفكم بإذن الله يوم الأربع اللي جاي 9 صباحا بتوقيت القاهرة. صباح جديد وصباح دريم، فكونوا على موعد. سلام.